the full and unimpeded access to all areas which are besieged or difficult to be reached is a day lost. اذا روسيا الاتحاديه وممثلوها يشاركون لهذا القلق واشاروا بانهم يريدون ان يعملوا بجد وداب كي يتم التاثير على ما يمكن التاثير عليه لضمان بان لا يصلح يصبح ذلك نمطا لان الناس يموتون وراينا صور مريعه مؤخرا وهذا ينبغي الا يحصل في وقت ينبغي ان نحقق فيه تقدما ايجابيا اما فيما يتعلق بموضوع المعتقلين والمحتجزين انا عازم على المضي فيما بدات به وسندفع بشكل ثابت بشان تحقيق تقدم في موضوع المعتقلين والمختطفين وهذا ينطبق على من وضعوا في اقفاص في على اسطح المنازل في منطقه الغوطه الشرقيه وهنالك اعداد كبيره لا لا اذا انا ساحاول ان اضع اليه محدده من شانها ان تجعل هذا امرا يحظى بالمتابعه المستمره ولا يكون تكون الاشاره اليه مره مثلا كل حين لدي سؤال بشان زياراتك المستقبليه هل تطلعنا على جدولك ومتى ستذهب الى تركيا ومتى ستزور المملكه العربيه السعوديه وكذلك فيما يتعلق بزيارتك للرياض هل ستلتقي بال Because, uh, بعض الهيئات والوكالات لأنه كما mean. قيل لنا بأن بعض هذه الأجهزة تطلع well, إلى لقائك كما تعرفون وبسبب طبيعة عملي الاستثنائية فأنا دائما دائما أكون لا أفصح عن هذه الزيارات والجدول وأنا فقط أعطي معلومات عامة لأن الجدول أعمالي يتغير أما فيما يتعلق بزيارة إلى دمشق وعمان وبيروت وطهران أما فيما يتعلق بتركيا فأنا لن أذهب إلى تركيا لأنني أخطط وذلك لتوفير الوقت وأنتم تعرفون أنا أسافر عبر شركات الطيران الاعتيادية لذلك قد ألتقي ببعض المسؤولين الأتراك في أوروبا والامر عينه ينطبق على المسؤولين السعوديين الذين يمكن ان يتواجدوا في جنيف او اوروبا وانا لن اذهب الى الرياض لالتقي بالوكاله لانني لا وقت لدي واوعزت الى اثنين من كبار المسؤولين والان وانا اتحدث هما موجودان في الرياض ويتواصلون مع الجهه المعنيه هناك الامور قد تتغير وتتغير بشكل سريع وهذا يعتمد على الظروف <applause> طبعا مساءك سيد مستورو هل لا تفصل بشأن زيارتك أو لقاءك مع الدول الكبرى في المنطقة تحدثنا عن تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية على قلقا ألا يبدو ذلك يعبر أو يشي بقلق من قبلك بأنهم لا يستخدمون ضغوطهم ما يقلقني بأنهم يجب الا يشعروا بانهم مستثنين من هذه العمليه على الاقل من جانبي فهذه الازمه لهم مصلحه فيها ولهم نفوذ ويمكن ان يشاركوا وما من حل او عمليه انتقال سياسيه او عمليه تحول سياسيه من دون مشاركه هذه الاطراف وسماع رايها لذلك من هذا المنظور انا اقوم بما يتعين علي القيام به مدركا في الوقت عينه أهمية التفاعل والتشاور الذي بدأ بين الولايات المتحدة وروسيا وهذا ما أدى إلى تشكيل مجموعة العمل الدولية وهذا يحظى بدعمي الكبير متابعة لهذا السؤال أحد الجهات الفاعلة الكبرى كانت صامتة خلال اجتماعات جنيف فكيف تفسر ذلك؟ أحيانا قد تكون صامتا وتعبر عن رأيك على الملأ لكنك فاعل وراء الكواليس وأنا على تواصل معهم جميعا وأستمع إلى تصريحاتهم وتعليقاتهم وملاحظاتهم لذلك لا تحكم استنادا إلى التصريحات العامة أنا أشير إلى إحدى الاجتماعات التي استضفتها فك... ولم يتحدث إذا لا يمكن أن نحكم على كتاب من عنوانه جابريالا ثم نعود إليك شكرا بما أنك ذاهب إلى دمشق لماذا لم تطلب لقاء الرئيس الأسد هل هناك أي سبب لا لي. ما من سبب محدد هل انت قلق بشان ما يمكن ان يقوم به الرئيس الافسد او الحكومه السوريه من خلال استغلال ورقه الانتخابات ويطرحون افكار يفرضون عليك قبولها او شيء من هذا القبيل ثم يضعوك في مازق هل ستصرح عن ذلك بانك لن تقبل اي شيء من هذا القبيل اذا ما عرض عليك عامل ان تتفق معي مره اخرى بانني لن اكشف عن مضامين زيارتي بشان ما ساقوله الى السلطات السوريه والمسؤولين السوريين ما اقوله في العلن وعلى الملا هو وانا اعلق على الانتخابات لذلك انا معني بهذه الانتخابات لكن هذه لها صله ب القرار وخمسون وهو الذي ستشرف عليه الامم المتحده وتشرف على تنفيذ مضامينه وبما في ذلك موضوع اللاجئين انا اعرف ان وقتك محدود لذلك سناخذ سؤالا او سؤالين ثم ننهي أعرف like <applause> <is there تصفيق> أنك لا تريد أن تفصح عن المعلومات، لكن إذا ما أجل إذا ما أت الوفد السوري ولم يعبر عن التزامه بأية إجراءات ملموسة، وهذه قد تقود إلى جولة ثالثة من المفاوضات لا يمكن أن نستبعد اي صيغ من قبل الوسيط لذلك هؤلاء الذين يتصلبون بارائهم لا يرغبون بوجود وسيط لكنني انا دائما ما ادفع في هذا الاتجاه بان يكون النقاش نقاشا جادا فيما يتعلق بالانتقال او عمليه الانتقال السياسي هل انت راضٍ عن <applause> تماسك okay. وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية؟ ما مدى رضاك عن ذلك؟ هذا سؤال تصعب الإجابة عليه. عندما أتأمل ويمكن يمكنك مساعدتي في ذلك. عندما اتامل في وضع سوريا في كل يوم وكل ليله قبل اتخاذ هذا القرار لابد انك ستتفاجئين انه فجاه وبين ليله وضحاها وخلال 24 ساعه او 48 ساعه ما كان مذبحه بحق من القصف والقصف والضرب يؤدي إلى سقوط أكثر من 100 إلى 120 ضحية في اليوم جلهم من المدنيين ثم تقتصر الأمور على أحداث فردية وأعمال عسكرية يجري احتواؤها ولا تصبح ولا تتضاعف ككرة الثلج وخصوصا على ضوء مركز المعلومات الذي يشارك فيه عسكريون روس وأمريكيون على مدار الساعة وهذا جعلنا نتفادى ما حدث في ما كان يحدث في لبنان عندما كانت وقفة اطلاق النار ينهار تماما لذلك انا مندهش ولكن انني راض كامل الرضا لا هذه كلمة كبيرة ونعم هنالك بعض الاختراقات والخروقات وهذا يستدعي منا بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار هل لديك ما تقوله بشأن الجولة الثانية وخصوصا فيما يتعلق بوسائل الإعلام أنت كنت كل يوم تظهر أمام وسائل الإعلام لا لن يحدث ذلك ربما سنرى كيف ستتكشف الامور